خلينا برضو نروح لتقرير عن أهم الاستعدادات لمنتخبنا الوطني الأولمبي لهذه البطولة، بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ونرجع نكمل بقى كلامنا عن المنتخب الأول، وبعد كده بقى نستقبل ضيوفنا الكبار. لا صوت يعلو على صوت استعدادات منتخبنا الأولمبي لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها من يوم 8 إلى 22 من نوفمبر الحالي. يواصل منتخبنا بقيادة شوقي غريب استعداداته لخوض البطولة رافعا شعار لا بديل عن الفوز. يسعى أبناء شوقي غريب في تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية العاشقة للساحرة المستديرة. من جانبه فضل الجهاز الفني للمنتخب تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، وواصل الفريق تدريباته اليوم بناء على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات. حرص شوقي غريب خلال التدريبات في الفترة الماضية على عقد العديد من محاضرات الفيديو يتم خلالها مشاهدة مباريات المنتخبات التي سوف تتنافس مع المنتخب المصري في البطولة. وقد حرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب على تدوين بعض ملاحظاته وتوجيه اللاعبين للحل الأمثل في تلك المواقف، كما حرص الجهاز الفني على التحدث مع اللاعبين مؤكدا أننا دخلنا مرحلة الجد، وطالب الجميع بالتركيز سواء في المحاضرات أو التدريبات. من المقرر أن يسافر الفراعنة غدا للقاهرة للمبيت بها والتدرب بالاستاد الرئيسي استعدادا لخوض أول المباريات أمام منتخب مالي في الافتتاح. من المقرر أن يسافر الفراعنة غدا للقاهرة للمبيت بها والتدرب بالاستاد الرئيسي استعدادا لخوض أولى المباريات أمام منتخب مالي في الافتتاح. أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى مع الكاميرون، غانا ومالي.